عشان كده نزلنا الميدان. مش صحيح اتهالي تاني عشان كده نزلنا الميدان. طباطو ليه الظلم ما اتحكمش؟ عشان ما نبقاش اول دولة عربية تحاكم رئيسها، هنكون اول دولة عربية تحاكم رئيسها. هيكون الثمن دمنا، احنا مضحيين بدمنا. هيكون الثمن اولادنا، اولادنا اتعلموا ما يمشوش جوه الحيط، اتعلموا يتكلموا ويقولوا الحق. ما عندناش عشاكات خاصة، ما عندناش ميول للحب، ما عندناش اللي قلبي بيقول بالحب خلاص. عشان كده نزلنا. لما مشينا المرة اللي فاتت سقفونا وقالوا لنا مبروك خدتوا حقكم والقوة السياسية معاكم والأحزاب معاكم، وبعدين لقينا فتن تمثيلية. المطبخ نزل الميدان، بس الميدان شريف وهيفضل شريف. هنا مكان الشرفاء، هنا مكان الشهداء، هنا مكان التضحية، هنا مكان الانكسار، هنا ثورة 25 يناير، هنا ضحت الاب والطفل والشاب والراجل والبنت، البنت المصرية اللي اثبتت ان هي ليها قضية. مش اي بنت واقفه النهارده مش مستنيه الميك اب، مستنيه الحريه، مستنيه العدل، مستنيه تغيير الجو.